شروط الاستفادة من مشروع الموهبة في خدمة المجتمع في حال كان المتقدم للحصول على الدعم مؤسسة مجتمع مدني: أن تكون مؤسسة أردنية غير ربحية، أن تكون مسجلة لدى الجهات المختصة وعاملة في مجالها لمدة لا تقل عن عام من تاريخ التقدم بطلب الحصول على الدعم، أن تتراوح قيمة الدعم بين 5,000 و40,000 دينار، أن تكون طبيعة المشروع المطلوب دعمه تتماشى مع أهداف وغايات المؤسسة وطبيعة عملها، أن لا يكون المشروع ممولاً من أي جهة عند تقديم الطلب.